شهدت عدد من المدن والمحافظات الإيرانية مظاهرات شعبية واسعة دعما لاحتجاجات مواطني خرم شهر واستمرارا لانتفاضة الشعب ضد النظام الجائر. هتف المتظاهرون بشعارات منددة بالنظام وممارسته القمعية ضد المواطنين والمعتقلين، وأظهروا مشاعر غضبهم من اقتحام همجي لقوات الحرس للمتظاهرين بمدينة خرم شهر. وقد تظاهر مئات المواطنين للتعبير عن رفضهم لنظام الولي الفقيه وللمطالبة بحقوقهم المنهوبة على يد أعوان هذا النظام في المدن والمحافظات الإيرانية. وتزامنا مع المظاهرات احتشدت أسر المعتقلين أمام مركز الشرطة للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم وإيقاف التعذيب والممارسات الوحشية التي يلقونها في سجون النظام. واحتجزت عناصر المخابرات والشرطة الإيرانية العشرات من المواطنين تعسفيا من خلال مداهمة بيوت المواطنين في مختلف أحياء المدينة السكنية.